شكرا حسام. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الخدمات اللازمة في كل المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ، مع تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية الصنع ذات الجودة العالية. كما وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بتطوير كافة الطرق الحالية المحيطة بالمشروعات القومية السكنية على مستوى المحافظات. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في إنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا، طبقا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بحضور كل من رئيس مجلس إدارة شركة بالكالر لصناعة الجلود ورئيس مجلس إدارة شركة شوروم للتجارة. قال وزير الخارجية سامح شكري إن القاهرة تسعى لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، مؤكدا أن مصر والسودان لديهما القدرات للدفاع عن مصالحهما. وشدد شكري خلال زيارته للدوحة على أن مصر تعمل مع الشركاء الدوليين لعدم زيادة التوتر بشأن أزمة السد. وحول العلاقات مع قطر، أكد وزير الخارجية أن زيارته للدوحة تعبر عن وجود إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين لطي صفحة الماضي وتكثيف التعاون بينهما. وبشأن العلاقات مع تركيا، قال شكري إن مصر تنتظر تغييرا تركيا فيما يتعلق بملفات المنطقة، مشيرا إلى أن وجود قوات أجنبية بما فيها قوات تركية في ليبيا أمر لا يمكن قبوله مصريا أو دوليا. أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية تدعم كافة الخيارات المطروحة من مصر والسودان لحل أزمة السد الإثيوبي. وقال زكي إن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة اليوم يهدف لدعم موقف مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي وتقديم دعوة إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته أزاء هذا النزاع. استقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد لبحث آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا. وأكد سعفان حرص وزارة القوة العاملة على التعاون مع الحكومة الليبية مع استعدادها الكامل للربط الإلكتروني وتنظيم لقاءات دورية بين الطرفين المصري والليبي في هذا الشأن لتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء العودة العمالة المصرية بشكل رسمي للعمل في الأراضي الليبية. وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية ممثلة في نقيب الدكتور أشرف زكي، وذلك في إطار خطط التطوير التي تنتهجها الشركة في كافة القطاعات. وإيمانا من المؤسستين بأهمية التعاون المشترك لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا وفنيا والإسهام في رقي الفكر والقيم الإنسانية، تهدف هذه الخطوة أيضا إلى تحقيق تطور ونمو مستدام في مجال الدراما التي تعد من أهم الصناعات الثقافية في مصر لريادتها في المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون وكافة فنون الأداء والعرض. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يحدد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب في جنيف ما هي خطوطه الحمراء. وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع روسيا، لكنها سترد إذا واصلت روسيا أنشطتها. وأدان بايدن الأنشطة العدوانية لروسيا، مشددا على أن أعمال روسيا العدوانية تمثل تهديدا للناتو. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.